السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل للطرف الثاني اللي هو الاكتيفيتي مين. في الاكتيفيتي مين أنا ألاحظ أنه هنا اللي عملته اللي هو موجود فيها oh my god موجود فيها hello world. hello world أنا ما أحتاجه، يعني أنا أحتاج أنه أعمل okay this one delete this one okay double click كبر لي. جميل، حبقيها relative layout. كل اللي أحتاجه أحتاج button. هذا button حيكون wrap content، والheight مالته أيضا حيكون wrap content، لكن أحتاج أضع فيها مجموعة أشياء. يعني مثلا أضع فيها الأندرويد التكست، حيكون هذا التكست مثلا show date okay. وايضا اندرويد مثلا الاي دي، الاي دي مالته حيكون اي دي اندرويد شو ديت اوكي، وخلونا نعملها كامل كيس شو ديت اوكي. بعد ذلك شو احتاج؟ احتاج اعمل ميثود اندرويد. هذا الميثود اون كليك، يعني لما تضغط عليها المفروض يتفعل. حيتفعل من؟ حيتفعل الميثود اللي هو راح نسميها show date. هذا خلينا نعمله small حتى لا يكون مشكلة مع show date. اوكي، حتى لا يكون مشكلة مع الميثود. بعد ذلك احتاج اعمل android layout. layout مالته يكون align والparent parent align parent للtop مثلا حيكون true. وايضا حعمل android layout، طبعا مو شرط اللي تعمل هذا الاشياء، انت حر. اوكي، هو layout حيكون layout layout، وحيكون layout، لكن هذا layout underscore حيكون للcenter horizontal حيكون ايضا true. هذا الأشياء اللي أنا أحتاجها. خلونا نشوف الشكل النهائي. جميل، هو موجود في الوسط. جميل جدا، جميل جدا، perfect، موجود في وسط الساحة، حلو وللأعلى. زين، يبقى لنا شيء آخر. نعم، يبقى شيء واحد، إنه إحنا نرجع ل الهاندلر، دايلوج هاندلر. في الدايلوج هاندلر إحنا مفروض إنه نعمل وين حنعملها؟ on dialog okay on create dialog on create okay sorry نجعل ال main activity، لأن إحنا نريد نتحكم في ال XML. في ال main activity on create okay option menu مثلا هنا okay أجي أعمل هنا ميثود. هذا الميثود من هو؟ الميثود اللي موجود في الـ XML اللي هو show date. فهنا مجرد أعمل public، ما راح يكون return لأي value، فحيكون void. منو void المن control v show date. show date حيكون في داخلها الـ view، هذا الشيء نعرفه إحنا. دي المتغير view. نعمل enter. نجي للأسفل، هنا حنعمل الدايلوج هاندلر، دايلوج هاندلر، هذا الكلاس راح نستدعيها دايلوج هاندلر، اللي في داخله حيكون دايلوج هاندلر، حنعرفها نيو دايلوج هاندلر قوسين فارزة منقطة. هذا الشيء احنا نحتاجه هنا. يبقى شيء آخر، إنه إحنا في المين أكتيفيتي، في المين أكتيفيتي حنعمل إكستند. خلونا نشوف الوقت. فور حنعمل إكستند من 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 الفراغمنت أكتيفيتي، لأنه إحنا هنا where are you في التايم okay. هنا إحنا استخدمنا الديالوج فراغمنت. في المين إحنا حنستخدم الإكستند، حيكون من الفراغمنت على مدة توافقية. فراغمنت
fragment activity. حنعمل له extend من ال fragment activity. زين بعد ما نعمل له extend من ال fragment activity نرجع مرة أخرى لل show date حتى نشوف شنو الأشياء الممكن إحنا نعملها. أوكي إحنا عملنا object هذا object اللي هو dialog handler لكن إحنا ما عطينا له أي شيء. مفروض من عنده إنه هو يعمل لنا show. هيعمل لنا شو المن لي get fragment manager فارزة لل time مثلا picker okay time picker. بالحالة احنا تقريبا انهينا الابليكيشن مالتنا يبقى علينا فقط التنفيذ والتطبيق. رح اوقف هنا وان شاء الله الدرس القادم نشوف التطبيق. مع السلامة.